مو معقول ما أبردك. أنا قاعدة كل الليل عم خاف وأقلق عليه وشوف كوابيس طول الوقت، وهو عم يتمسخر علي. قال شو؟ بتعرفي إنه أكبر قصص الحب بتبلش بالكره؟ الغبي. شو عم تعملي بنتي؟ ها؟ عم رتب ثيابي، بدي أعطي هدول لشي حدا. يوه، ليش لا تعطيهم لحدا؟ نجلة بتلبسهم. لا ما بتلبس هيك، بنتك عين على الثياب الجداد، وهدول عم ياخذوا مكان على الفاضي، بدي أعطيهم لشي حدا. طيب، فرسيهم منيح ما هي؟ جيهان؟ عروة وضعه مو منيح بنوب. إذا بعتناهم لجمعية رعاية الأيتام بفيدوهم؟ جيهان، عروة عم يبكي ووضعه سيء. طيب شو فيني أعمل؟ أمي مو أنا يلي بكيته. من شوي كان عم يسألني عنك، قلت له مشغولة. عملتي عين العقل لأنه ما بدي شوفه. ها؟ عن جد عم تحكي؟ تعرفي فاجأتيني بهالحكي ها؟ أوف، هيك من اليوم ورايح، ما عاد في داعي تتفاجئي لأنه ما عاد ساعده بشي، وخليه يدبر راسه وخلصنا. أها، فضحتيني يا بنتي، وبكره روحي وزعي كل ثيابك، وبوعدك رح أجيب لك غيرهم ثياب جداد ماشي؟ وأخيرا أخ. وكمان بدي منك تبعدي عن عروة، والأحلام اللي براسك رح تنسيها. شو صاير معه هلأ؟ أكيد قصة عايدة ما عنده غيرها. يا الله ليش عم يبكي؟